أهلا بكم، عاد من جديد ليفتح أبواب الخلافات التي لم تغلقها التفاهمات. أربعة أيام على جلسة القراءة الثانية، هل اتفقت الآراء؟ قانون قد ينصف الكثير وقد يجور على الأكثر، من سيخرج من الأسوار ومن سيبقى مغلغلا بسلاسل الأحكام؟ التزام حكومي ومطلب شعبي وتمرير نيابي، ثلاثة أطراف ومراحل، منهم من ينتظر التصويت ومنهم من يترقب الترحيل، وما بين الاثنين مخاوف تجتاح الشوارع. من سيضمن عدم عودة سيناريوهات الإرهاب؟ ومن سيكفل إعادة تأهيل ودمج المتهمين؟ من سيشمل ومن سيترك؟ ولمصلحة من ستمضي الأحداث؟ تفاصيل لا يعلم أبعادها إلا من فرش مسودة القانون على الطاولة وفاوض على الإقرار. قوى كثيرة وعدت وأخرى تنصلت، مقاعد نيابية حصدت من عوائل المحكومين، وفي كل الأحوال من يسعى لإنصاف السجناء عليه ألا ينسى تضحيات الشهداء، وإلا فمشاهد العقود السابقة ستعود للواجهة من جديد وسيكتوي بنارها الجميع، ولا طرف سالم إلا وكان نادم. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن محور حديث حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن تحديد البرلمان جلسة الثلاثاء المقبل للقراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام. نناقش بهذا المحور ضيوفي في الاستوديو الباحث في الشأن السياسي الأستاذ رافد العطواني. مرحبا بحضرتك. حياك الله أستاذ محمد. الله يحفظك. بحضرتك. والباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي نجدية. مرحبا بحضرتك. الله يحفظك. وأيضا الباحث في الشأن السياسي والأمني الأستاذ هيثم الخزعلي. مرحبا بجنابك. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. اهلا بحضرتك. اذا تسمحوا لي ضيوفي ابدا مع استاذ هيثم. استاذ هيثم، بدايه ماذا سيشهد الشارع العراقي فيما لو تم اقرار قانون العفو العام؟ يعني هل سيتاثر الملف الامني؟ لو راح الامور تكون طبيعيه كما يرام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ارحب بكم وبضيوفك الكرام وجمهوركم الكريم. الحقيقة أنه أهم الاعتراضات العامة على إقرار قانون العفو العام هو خروج السجناء إلى السجن ودخولهم بالمجتمع، وما قد يؤدي إلى إرباك في الوضع الأمني. هؤلاء منذ فترة طويلة في داخل السجون، وكلنا نعلم أن السجون يعني بها مشاكل حقيقية، خصوصا في السجون العراقية. بعض هؤلاء كان متمرس بالجريمة، وبعضهم كان مرتكب جرائم بشكل ربما غير متكرر، ولكن وجودهم في السجون مخالطتهم مع مجموعات أخرى، الفساد الموجود في بعض السجون ووجود المخدرات واعتيادهم على أشياء سيئة في داخل السجن، إخراجهم بهذا العفو بدون تأهيل قد يؤدي إلى إرباك المشهد الأمني ويؤدي إرباك الوضع الاجتماعي. فبالتالي هذا الاعتراض هو أهم الاعتراضات العامة. أما الاعتراضات الخاصة على القانون، فالقانون لم يحدد بشكل واضح معايير لمن هم مشمولين، خصوصا ما يتعلق بتعريف الإرهاب. يعني هناك غموض ومطاطية، قد تكون فرصة لخروج من تلطخت أيديهم بالدماء،
بالتالي لابد أن يكون هناك أستاذ هيثم إذا تسمح لي قبل نروح للي تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، تقول أنه المحكومين إذا خرجوا يشكلون تهديد أمني على الشارع العراقي، بالتالي اليوم أغلب القوى السياسية متفقة على هذا الرأي وسيذهبون في الجلسة القادمة إلى التصويت على قانون العفو العام، هل القوى السياسية أغلبها متفقة على إرباك الشارع العراقي اليوم؟ يعني القوى السياسية عادة كان هناك بينها اتفاقات، وليس فقط الاتفاقات السابقة بل حتى الاتفاقات الحالية، البعض يحاول أن يساوي مثلا بقانون تعديل الأحوال قانون الشخصية مع قانون العفو العام، هناك توظيف للقوانين والاتفاقات من أجل تحقيق مصالح حزبية. أنا أتحدث من ناحية مصلحة مجتمع، يعني الاعتراض على إرباك المشهد الأمني، الاعتراض على موضوع العدالة، الاعتراض على الضحايا الذين قتل أبنائهم وكيف سيشعرون في حال تم إخراج أناس مشبوهين أو اشتركوا بالعمل مع جماعات إرهابية، هناك اعتراضات حقيقية تمس المجتمع قبل أن تكون هي يعني مطروحة من قبل كتل سياسية. جيد أستاذ رافد، رحب بحضرتك مرة أخرى. أسألك عن قانون العفو العام، قراءتك لهذا القانون و يعني الاتفاقات السياسية وتأثيرها على سرعة إقرار هذا القانون. تحية لجنابك أستاذ محمد ولأستاذ علي وأيضا أستاذ هيثم مكافحة عامل يوم الشهدي قناتكم الموقرة. بالحقيقة يعني شوية احنا نعاني بصورة عامة، يعني بصورة عامة السجناء الآن اللي محكومين هم نتيجة ضغط سياسي. نعم. يعني هذا الضغط السياسي مرة اجى لتزاحم وصراع سياسي ولدنا شرارة في محافظات الغربية، وهذه المحافظات الغربية دخل لها داعش، وبالتالي هذا داعش تمكن من البلاد والعباد وأثر كثير من الأخوان السنة. يعني السنة بصورة عامة مو كلهم عندهم فكر متطرف، يعني تأكيد. يعني أكيد الأخوان لدى السنة أكو ناس معتدلة ناس مدنية، لكن من يصير الجو العام كله داعش ويجي يحكم منطقتك فحتما ممكن راح يعني يضغط عليك في سبيل الانتماء. أكو انتماء فكري عقائدي، طبعا هذا يجب أن نحاكمه محاكمة الإرهابي اللي قام أو يعني انتمى لتنظيم داعش أو التنظيمات الإرهابية البقية، هذا نعامل معاملة الإرهابي ويجب أن ينال جزائه العادل، وأنا مع عدم إخراجه باعتبار هذا يحمل فكر وراح يفقسنا أيضا بيوض كثيرة داخل هذه الحواضن الموجودة في المناطق الغربية وراح أيضا يربكنا المشهد. لكن أيضا لدينا صفحة قبل أيضا داعش اللي هي المقاومة، يعني أخواننا السنة أيضا دخلوا في مشروع مقاومة، هسه المقاومة بعض الأحيان جزء من عندهم صداميين، هذا أيضا لازم نفكك هذا الموضوع. أكو ناس وطني ما يعتبر صدام حسين هو القائد الضرورة، ما يعتبر صدام حسين والبعث هو يجب إعادة بالضبط. إيه وإحنا ليش أقول لك الموضوع سياسي زين. الموضوع اللي إحنا نناقشه مو جرائم عادية، مو جرائم جنائية. أيضا لدينا الأخوان المقاومين الآخرين الطرف الثاني اللي هم الشيعة اللي هم أيضا جيش الإمام المهدي لا يزالون قابعين بالسجون، هؤلاء ليسوا إرهابيين، هؤلاء تصدوا للماكينة المحتلة للقوات الأمريكية، أيضا في ظرف ما أيضا كانت حكومة السيد المالكي أصدرت بحقهم الكثير من الدعاوى الكيدية أو ما يعرف بالمخبر السري، وهذا المخبر السري البعض من عندهم إحنا نعاني الآن، يعني الكثير من الأخوان يتصلون بي من أبناء التيار الوطني الشيعي اللي هو التيار الصدر السابق. يعني التيار الوطني الشيعي هم مستفيد من هذا القانون إذا لا مو قصة مستفيد، إحنا نقول الجنائي واحد زين. القاتل أبو الحق الشخصي هذا من عامله معاملة والله طلع على أساسه طلع، إذا أبو الحق الشخصي يروح يتنازل عنه أوكي، بس مثلا بعض الأحيان دعاوى كيدية بعض يعني لدينا الآن مهجرين شيعة هسه مو أخواننا، لدينا سنة مهجرين، لدينا شيعة مهجرين منذ 2008 أقيمت عليهم دعاوى كيدية، بعض الشخصيات الذين أقاموا دعاوى شخصية أو ما يعرف بالمخبر السري أصلا هم غير مقيمين بالعراق، جلبتهم القوى السياسية من أجل الإطاحة بالتنظيم السياسي اللي هو التيار الوطني الشيعي، فلذلك يحتاج الكثير من الدراسة. الإرهابي ينال جزاءه العادل، لكن البريء المضطر الانتماء لداعش
اللي ضغط عليه من قبل داعش ايضا هذا خلينا نخفف عليه الحكم باعتبار عنده عوائل. تخفف عليه الحكم شلون؟ اما يشمل يعني او لا يشمل؟ يعني هسه احنا عشنا بالثمانينات بزمن صدام حسين. صدام حسين عنده قول يقول كل العراقيون بعثيون وان لم ينتموا، انت ما تصير مدير عام اذا ما تصير، ما تصير مدير مدرسه اذا ما تصير بعثي. لا اكو ناس انتمت وساعدت ومهدت هذا لكن دون هذا ابدا. لا 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 هذا احنا هذا خط احمر وعبر عنه ايضا احد قاده الاطار التنسيق، هذا خط احمر احنا ما نتكلم عنه. ايضا يعني انا ايضا رسالتي لاخوان الشيعة المقاومين يعني اللي المعارضه قبل 2003، احنا فتره الثمانينات تعرض القوى الشيعيه لظلم صدام حسين. يعني اكثر فئه عانت من السجون والتعذيب والقتل والاقصاء هي فتره الثمانينات، كانت قاسيه جدا على الشيعة. فلذلك ايضا خلي يسترجعون يتذكرون هذا التاريخ، ولا يمكن ان نبني بلد واحد ان يستشعر بي اخوي السني بحمايه هذا الارض، وانا عندي واحد مظلوم وامه تتعرض واخته تتعرض. يعني هاي الانباء اللي توصلنا لكثير من الابتزاز المخجل جدا، هذا احنا هم ما نقبل به، ولا قيادات الاطار ولا القيادات السنيه. بنفس الوقت كانت اكو ناس عندها انتماء عقائدي فكري لحزب البعث، وحتى شو حتى بعد سقوط النظام وحتى اللحظه موجودين. بعد من يقول لك اليوم حتى اللي يخرج من السجون يجوز هذا الانتماء باقي بداخله لتنظيمات داعش والفكر اللي حمله داعش. هو ابو الا هذا ممكن اني اذا ما اصلحته، هي السجون الاصلاحيه اذا ما اصلحته فاخليه تحت المراقبه، يعني ما اطلعه حقيقه. نعم تتوقع عندنا سجون جاهزه لاصلاح السجناء؟ والله لا. البعض يقول لا، البعض يقول اليوم هذا المحكوم بالارهاب وين تشوفه قاعد بغرفه واحده؟ هذا قاعد بنص اخطر المجاميع الارهابيه بالسجون. بالضبط، يعني هي السجن للاسف يجب ان يتحول الى مكان لاصلاح هذا الفكر. لا انا اعتقد دخول بعض الشخصيات ربما زاد اقتناعهم بهذه الفكره باعتبار ان هنالك منظرين وقيادات داخل هذه السجون، ربما هذه تخلق لنا نوع من البيوض التي ستتفقس. يعني مع الاستاذ هيثم ايضا طرح لنا فكره، قال احنا الوضعنا الامني اذا هذول تربوا وتم يعني غسل أدمغتهم داخل هذه السجون، أنا أعتقد أيضا سيشكلون خطر. هو إحنا نقول اليوم منو اللي يضمن عدم عودتهم وتشكيلهم تهديد على الوضع داخل العراق وإعادة تنشيط الخلايا النائمة ودعمها؟ هذه أولا مسؤولية وزارة العدل ومسؤولية وزارة الداخلية. العدل هي اللي تقوم هذه الشخصيات، ربما البعض مضغوط عليه، ممكن حتى هؤلاء المنظرين داخل السجون يجب عزلهم. أنا لدي الكثير من الأخبار، يعني حتى النساء الدواعش لازلنا يحملنا أفكار الدواعش. جيد أرجع لحضرتك أستاذ رافد. أستاذ علي رحب بجنابك مرة أخرى، أريد أجيب بل على تقدم أيام الانتخابات كانت رافع راية العفو العام، حالها حال كثير من القوى السنية اللي كسبت جمهور قوي أنه العفو العام، ونحن من أبرز المطالبين و الأبرياء سيخرجون من السجون. بعد الانتخابات بعد المقاعد اليوم لا تزال الراية مرفوعة، لو الخطاب تغير الحديث اللي جاي نسمعه مخالف بشكل تماما. تفضل. بداية تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. أولا أنا لا أنتمي لتقدم، لكن أنا داعم لمشروع السياسي لتقدم. أنا ما قلت تنتمي، أنا أسألك على أحزاب البيت السني. لا تسألنا عن تقدم. زين. فبداية أكو كثير من الأشياء أريد أعقب عليها، راح أبدي من سؤالك وأعقب على باقي الأشياء. لك الوقت. تقدم هي من أدرجت يعني بمساندة بعض القوى السياسية موضوعة تعديل قانون العفو العام لسنة 2016 قانون 27 في المنهاج الوزاري في ورقة اتفاق السياسي. نعم. وظلت تضغط باتجاه أنه أن يقرأ قراءة أولى، وحاليا تضغط باتجاه القراءة الثانية. ليش؟ لأنه أكو من جمهور التقدم ومن جمهور المحافظات اللي احتلها داعش الكثير من الـ يعني السجناء اللي نعتقدهم أبرياء. مو بس نعتقدهم، يعني عندنا أدلة على أنهم أبرياء. تعرف صارت عمليات عسكرية، وهذه العمليات العسكرية صاحبها مخبر سري على حجز احترازي، اعتقال احترازي غيرها. تعرف أنت في معركة، أنت مو في وقت تقدر تفرزن الداعشي من البريء، والكل تتشابه أشكالهم،
وغيرها، وتعرف تجيك معلومات استخباراتية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، أنت في حال معركة. هذا طبعا. وقبل هذه يعني المعارك أيضا كانت تشهد هذه المناطق اعتقالات عشوائية. إذا تكلمنا عن بداية الاعتقالات أيام مقاومة المحتل، كانت هذه المحافظات اللي يسموها الأمريكان المثلث السني أو مثلث الموت، اللي كان يشهد عمليات مقاومة عراقية يوميا تجاه القوات المحتلة. فمن هذاك الوقت ولحد يعني سنة 2016 المعارك اللي جرت مع تنظيم داعش الإرهابي صاحبها عمليات اعتقال. هسه احنا نعتقد انه اكو الكثير من الابرياء موجودين داخل شون السجون. شلون نقدر اليوم نفرق بين بالضبط المقاومين انذاك وتنظيم القاعدة اللي كان موجود بتلك المناطق؟ احنا نجي نشوف الدعوة. اولا انا اريد اسجل اولا اعتراضي على انه هذول شلون ندمجهم بالمجتمع، هذول طبوا للسجن، خالطوا الارهابيين. ما انت عندك مثلا شخص محكوم بسرقة زي، ممكن ينحكم 7 سنوات، هذا هم ما تخليه يطلع بعد 7 سنوات باعتبار انه خالط ناس مجرمين وخالط تجار المخدرات وخالط الارهابيين وخالط هذه الامور في السجن. هو المفروض اللي يحكم على السرقه ما يكون مكانه يحتجز بنفس السجن اللي بارهابيين. احنا عندنا بشهاده وزاره العدل اكو اكتظاظ في السجون، اكتظاظ يمكن بنسبه 300% من الطاقه الاستيعابيه للسجون، وهذا طبعا ظاهره غير صحيه. يفترض انه انت عندك السجون مؤسسات اصلاحيه مو مؤسسات عقابيه. نعم. السجن مؤسسه اصلاحيه، انت تجيب الانسان تخليه بالسجن مو حتى تعاقبه، انت تجيبه حتى تصلحه. واكو شخص يحتاج اصلاحه ل10 سنوات، اكو شخص يحتاج الى سنه، اكو شخص يحتاج ممكن ما يصلح، يعني مرتكب جرائم كبيره جدا، هذا ما يصلح، ينحكم بالمؤبد او يتم القصاص منه بعمليه الاعدام. لكن احنا اليوم جايين نتكلم عن ناس ابرياء لم يكن لهم ذنب الا انهم تواجدوا في مناطق احتلها تنظيم داعش في وقت غفله من القوات الامنيه، في وقت انسحبت القوات الماسكه وتركت اعتدتها ومعداتها للتنظيم الارهابي. تالي ما تالي قعدت الناس الصبح لقيت انه اكو تنظيم ارهابي مسيطر على هذه المنطقه، مغلق كل مداخلها ومخارجها، حاكم قبضت على هذه المدن، وهذا الحكم استمر ل3 سنوات. ما هو التعديل الذي تطالب به القوى السنية حاليا وخاصة حزب تقدم ويطالب بقراءة ثانية لهذا؟ زين. تعديل قانون العفو العام لسنة 2016. يعني تقدم اليوم ما يخاف من أنه يطلعون ويخربون محافظة الأنبار؟ جايك هاي لا تعبر لي إياها. لا ما أعبر لك إياها، جايك بيها. تعريف الانتماء، احنا اليوم اغلب اللي نعتقدهم ابرياء محكومين تحت تهمة الانتماء، لا عليه مدعي شخصي ولا قاتل ولا مسوي اي جريمة، مجرد انه هو محكوم بالانتماء الى داعش. زين، عرف لي شنو الانتماء؟ الانتماء مصطلح فضفاض. الانتماء احنا قسمناه كل يعني اللجان القانونية اشتغلت عليها، واللجان اللي موجودة في الأمانة العامة وفي رئاسة الوزراء وفي مجلس النواب، عرفت الانتماء بأنه كل من مول وقاتل وسلح وجهز التنظيمات الإرهابية هذا يعتبر إرهابي منتمي إلى المجامع الإرهابية. لكن انت اليوم ما معقولة تجيب لي شخص مثلا يبيع مخضر اشترى منه شخص داعش وشافه واحد قال والله شفت هذا يتعاون ويا داعش، ياخذ 3 سنوات. احنا اذا نتذكر انه بغداد كانت محتله من الامريكان، وكان الامريكان نسبتهم مثل ابو المخضر وغيره اللي باعوا، وكانوا الامريكان نسبتهم اسرع جايك، وكانوا الامريكان يدخلون الى بيوتنا عنوه. احنا ما متعاونين ويا الامريكان لما كانوا يدخلون الى بيوتنا، لكن كانوا يدخلون بقوه السلاح، وكانوا يجون الى المؤسسات اللي نعمل بها بقوه السلاح، وكانوا يوقفونا بالشارع، قاتلتوهم ما سنتوهم، وكان يدخل الى البنزينخانه. احنا كمواطنين كنا نتعامل معاهم، كنا نتعامل معهم، كانوا ينظمون السير في البنزينخانات، كانوا ينظمون السير في الطرقات، كانوا يوزعون رواتب في فترة من الفترات للموظفين، هذه كلها احنا مرينا بها. تجي هل احنا نخاف من الارهابيين؟ اللي كان يتعامل مع الامريكان بذيك الفترة كان يعاقب مباشرة، ما كان ينشمر بالسجن. اي كان يعاقب من منو؟ من كل الجهات. اي لا بس هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، انت هذا انسان بريء.
أنا اليوم مواطن مدني يوقفني الأمريكي بالشارع. أنت شلون اليوم تثبت أنه اللي يتعامل مع تنظيم داعش منتمي لهذا التنظيم فكري عقائدي هذا بريء ولازم يطلع؟ أخي الموصل لما تم احتلالها بها 3 إلى 4 مليون، هل من المعقول أنه 3 إلى 4 مليون ذولا تنظيمات إرهابية؟ ما معقولة، ما معقولة. باعتراف القوات الأمنية وباعتراف القوة الماسكة يقولون القوة اللي هاجمت الموصل في بدايتها كانت عبارة عن 200 عنصر. ما معقولة أنت هاي 200 عنصر. سألتني سؤال أردجيك عليه، تأخرت أردجيك على السؤال، أنه أنتم ما تخافون هذول ما تخافون يطلعون من السجون ويخربون محافظة الأنبار اللي تعب على بناها الحلبوسي؟ أكثر ناس تأذت من التنظيمات الإرهابية هم السنة. زين، أنا بيتي واقع لحد الآن في الصقلاوية بسبب التنظيمات الإرهابية. يمكن بيت أستاذ رافد الله يعمره وبيتك ما وصلت التنظيمات الإرهابية. احنا اكثر ناس يؤثر على وضعنا ويؤثر على امننا خروج الارهابيين هي مناطقنا. زين، ما نسمح ولا نقبل انه يطلع شخص ارهابي ويمارس حياته الطبيعيه ويندمج بالمجتمعات. لا، احنا نطالب بالقصاص من الارهابيين ومن القتله، لكن في الوقت نفسه اللي نطالب به في القصاص نطالب بالافراج عن الابرياء. ما من المعقول انت اليوم الزج البريء بجريره المجرم. انت اليوم ليش مبقي لي المجرمين وبنفس الوقت حاجز الأبرياء؟ إذا التصريحات اللي سمعناها البارحة اللي تقول إنه الحلبوسي رفض قانون العفو العام خوفا على الوضع بمحافظة الأنبار والمناطق الأخرى ومع جلب 180 توقيع نيابي. شوف، راح أقول لك شلون مو صحيح هذا التصريح. هذا التصريح لو كان صحيح ولو كان الشخص اللي صدر هذا التصريح لو كان فعلا قلبه على الأبرياء اللي موجودين في السجون ولو هو كان عنده تجربة في السجون كان يفترض أن يقول هذا الكلام في أول لما في أول مرة سمع الكلام. زي، مو بعد ما صارت عنده خصومة مع السيد الرئيس الحلبوسي يلا يطلع يقول هذا الكلام. كان يفترض في وقته يطلع للإعلام ويقول ينتفض ويقول يا ناس يا أبرياء يا اللي موجودين في السجون ترى الرئيس الحلبوسي ما دا يقبل يطلعكم، يخاف على مدينة الأنبار اللي هو سواه. ليش هسه يلا طلع قاله؟ شنو دليله؟ شنو الدليل اللي يقدر يثبت به الكلام اللي قاله؟ بس هذا كلام مرسل، بالتالي هذه مناكفات سياسيه لا تتعدى هذا الموضوع. نعم، جيد. استاذ هيثم عود لحضرتك، راي اغلب القوى السياسيه من الاتفاق على من سيشمل بقانون العفو العام لحد اللحظه؟ طبعا هو هذه نقطه مهمه انه الخلاف او الاعتراض الاساسي على القانون هو في تعريف من ينتمي للجماعات الارهابيه، وما تفضل به ضيفك الكريم عن خروج الأبرياء، كلنا لا نقبل أن يكون هناك أبرياء في السجن، ولكن هذا لا يعني عفو عام. عفو عام معناه إخراج الجميع، وبالتالي لابد أن يتم تحديد الاستثناءات المطروحة في القانون. لم توضع لها معايير محددة. موضوع الانتماء ليس موضوع التعاون، نحن نتحدث عن انتماء لجماعات إرهابية، يعني من يوصل أخبار، من يعطي معلومات، هذا أيضا مشمول بالانتماء للجماعات الإرهابية، ليس أنه هو خاضع في منطقة خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية. نحن نتحدث عن أناس ارتبطوا بجماعات إرهابية، والآن الوضع الأمني ليس في العراق فقط. أستاذ علي نجدي يتحدث عن موضوع يقول لك حتى اللي بيع مخضر مجرد يبيع لهم شالوش ومروا بالسجن ومحكوم حاليا موجود بالسجون. يعني هذا خضع إلى تحقيق وإلى محاكمة، وبالتالي لا أعتقد أنه تصدر الأحكام لمجرد أنه باع مخضر. بدليل إحنا عندنا 4 مليون كما تفضل ضيفك بالموصل، لم يتم حبس 4 مليون مواطن باعتبار أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش. أنا ما أتحدث عنه إرباك المشهد الأمني. يعني إحنا قبل أيام قسد في سوريا أطلقت سراح 3000 شخص من تنظيم داعش، وعادت بعض العمليات في الحدود العراقية وفي بعض المناطق العراقية بإخراج أعداد من هؤلاء. قد يكون هؤلاء إعادة تنظيم وإعادة تفعيل وتشكيل حواضن جديدة لتنظيم داعش وإعادة نشاطه في مناطق العراق. بالتالي الموضوع هو موضوع أمن قومي. أنا عندما أعتقد لا أريد أنه أذهب بجريرة البريء وأضعه في السجن أحب أن أزيد عدد المسجونين في داخل السجون العراقية. إيش قد نسبة الأبرياء الموجودين المحكومين داخل السجون العراقية حسب رؤيتك أستاذ؟ يعني من المفترض أنه هؤلاء كلهم مروا بمراحل تحقيق وقضاء وتمييز وصدرت أحكام بحقهم. أنا أرى أنه موضوع العفو العام
يحتاج إلى تشكيل لجان من أجل إعادة النظر في بعض المحكومين وليس إطلاق عفو عام. من كانت هناك شبهات في صدور الحكم بحقه أو أنه قصور في مقدمات الحكم لابد من إعادة النظر في قضايا هؤلاء. أما إطلاق الجميع فالحقيقة هو موضوع يربك المشهد الأمني، يعني موضوع لا أراه أنه من الصحة. ثم تكدس السجون العراقية بسبب توقف حالات الإعدام، نحن لدينا الكثير من الإرهابيين لم ينفذ بهم الإعدام، وهذا يؤدي إلى حالة من التمادي، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. لابد أن يكون هناك تنفيذ لأحكام الإعدام بمن صدرت به حقه أحكام قطعية، وإعادة النظر بأحكام الذين يشتبه بأن هناك قصور بالمقدمات أو موضوع المخبر السري أو أنه تعريف الإرهاب لا ينطبق عليه بشكل دقيق. فبالتالي هؤلاء يتم إعادة محاكمتهم وتشكيل لجان لفرزهم، وهؤلاء ممكن أن يشملوا بالعفو العام. جيد أستاذ هيثم، وفق المعطيات شنو القانون المناسب اللي يجب أن يتفق عليه الجميع للمضي بهذا القانون؟ يعني مبدئيا انا لا اوافق على موضوع قانون عفو عام. العفو عام يعني رافض جميع. الموضوع جمله وتفصيلا، موضوع يعني اخراج الجميع عفو عام. لا لا، العفو العام ترى مخرج جميع. قانون العفو العام قانون 27 باستثناءات كثيره، يعني هو اسمه عفو عام، لكن انا ادعو استاذ هيثم لقراءه قانون 27 لسنه 2016، ترى به كثير من الاستثناءات. يعني هو اسمه هو العفو العام 28 مادة تم استثناءها من ضمن القانون. أنا طلعت عليه. هذا مو معناته. ولكن أستاذ محمد، إنه لا توجد معايير دقيقة في حالة الاستثناءات. أيضا عبارة تعريف الإرهاب هي عبارة مطاطية ممكن أن يتم استغلالها، ممكن أن يكون مثار للابتزاز والفساد في من ينطبق عليه ومن لا ينطبق عليه. والحقيقة هي السجون أساسا تعاني من مشاكل. شلون هذه نقطة مهمة، شلون يعني مطاطية؟ يعني تتحدث عن إرهاب ومشتركين بدماء الأبرياء العراقيين، يعني يقول من قتل وتسبب بعاهة. زين، من أعطى معلومة أدت إلى قتل شخص، من أعطى معلومة إلى قتل قوات مسلحة. هذا هنا ما توجد معايير محددة، بالتالي راح تخضع للمساومات وللفساد والابتزاز، وابتزاز أهالي المسجونين أيضا من أجل تطبيق بعض الفقرات عليهم. يعني لابد أن يكون هناك وضوح في معايير الاستثناءات المطروحة ضمن القانون. جيد أستاذ رافد، إذا شهد التصويت على القانون بعض المجاملات والإرضاءات من قبل القوى السياسية لأطراف وقوى سياسية أخرى، كيف سيتعامل جمهور القوى الشيعية اللي أعطت الكثير من الشهداء، وربما الكثير منهم رافضين بأن يشمل من لديه ولو انتماء من بعيد بتنظيمات داعش الإرهابية بهذا القانون؟ يعني أنا أعتقد القانون خلي نقول عنه إنساني، يعني خلي نبتعد عن المساومات أو البقجات اللي تطرح عادة بالمشي لقانون الأحوال الشخصية أمشي لك قانون العفو العام. أولا بس خلي أذكر نقطة تطرق لها أستاذ هيثم، اللي هي موضوعة وزارة العدل والسجون العراقية. أنا راح أعطيك يعني اعتبرها هي مو قنبلة، بس وصلتنا هاي المعلومة. زين. الراقصة أم لول إذا عندك رقم هسة تتصل بها تجاوبك. هسة إذا تتصل بأم اللول رقمها ما عندي. يعني هسة إذا تتصل بأم اللول زين موجودة موبايلها آيفون، وأم اللول تستخدم هذا الجهاز، وأخذ منها يوم واحد قلبت الدنيا عليهم بالسجن ورجعوا لهيا. فإحنا أيضا نطالب تليفونها موجود عندها داخل السجن، آيفون خلي تتحقق وزارة العدل القريبين من السجون ويشوفون هذا الكلام سليم أو غير سليم. منو بظهرها؟ منو ظهرها؟ أخي لدينا الدولة العراقية، مؤسسات الدولة تعاني من الفساد الإداري والمالي، وهذا أحد أطرافه اللي هي موضوعة وزارة العدل. وزارة العدل أيضا نعاني، يعني إحنا حتى يعني أكو إخراج لإرهابيين من جنسيات عربية. حلو. تم أي حلو. نعم حلو. إخراج اللي تطرق لها أستاذ هيثم والمخاوف هاي موجودة وحقيقة وسجلت، أنه أطراف داخل هذه المؤسسة تم إخراج بمبالغ مالية شخصيات زين. البعض من عندها حكم بالإعدام، البعض إرهابي.
حلو واطلق سراحه. ارجع لي ام اللول بس تليفونها عندها لو بقيه الخدمات الفي اي بي فندق خمس نجوم متوفر. والله بعد هي ام اللول وايدها مبسوطه تونس الجميع يعني اعتقد بالسجن اكيد راح تسوي لهم اجواء جميله والسجن بدال ما يكون مكان هذا. شلون تونس الجميع وهي بالسجن؟ شنو الاجواء الجميله يعني بالموبايل؟ فتور زهير راح تعلم اللول. لا خلينا نور زهير بالمناسبه. لا مو هذه تحت المجهر يعني مو موضوع فساد. استاذ علي مكيات مضحكيات ان احنا نقول اكو ابرياء عوائلهم تتعرض لابتزاز. بالمناسبه ترى المناطق السنيه الاخوان السنه البعض من عندهم اكو احقاد داخليه بيناتهم يروح يقول له هذا منتمي لداعش. الان لدينا محللين يعرفوا استاذ علي يضغط على عوائل هاي المعتقلين السنه يقول لهم انطوني فلوس في مقابل احكي لكم بالتلفزيون. ايضا هذا الشخص اللي ذكر استاذ علي هسه انا احكي بلغه الوطن مو احكي بلغه الدفاع لا. عن الارهابيين. لا لدينا اخواننا السنه حتى نعيش ببحبوحة هذا الوطن. يعني حتى هذا السني من يطلع ما يطلع حاقد على العراق ما يتعرض للظلم. العوائل هاي اللي تروح للناصرية وتروح لغير مكانات وهاي النساء الخطية يعني حقيقة. لأن أنا أقول أطالب الشيعة إحنا مثل ما تعرضنا لظلم زمن صدام حسين بالثمانينات خلينا نلاحظ الظلم اللي يقع على هذه العوائل. هاي 25% اللي تحدثوا عنها السنة يجب إخراجها. وهاي النمونات اللي مفسدة داخل وزارة العدل اللي بمبالغ طالعة تخرج إرهابيين وتم هذا الشيء مثبت لدى القواتنا الأمنية وأيضا وزارة العدل. وهاي أم اللول جهازها موجود ومنسى الجميع يعني أم اللول تحت الأنظار تحت المجهر. شلون من الممكن واحد يعني برشوة بسيطة ممكن مثلا يودي لها تليفون ويجازف في شو مجازفة؟ هاي أم اللول علاقة السياسة والراقصة أو الراقصة والطبال هاي علاقة أزلية مدام أكو فلوس وأكو متعة زين وأكو هز ورقص. ها اي والله دعتك هذا الهز داخل السجون. اي داخل السجون الهز فيمتع الجميع وبفلوس او على يعني على هالرنط حين اجتمع. نعم انا اقول يجب اصلاح هذه المنظومه. الدوله العراقيه لا يمكن ان تسير. اقول لك اذا ام اللول هيش لعد نور زهير شلون؟ نور زهير احكي لك اكو عندي شخص كان محكوم وياه يقول من خرج يعني تاسفنا من خرج نور زهير. ليش؟ لان كان يجيب مفطح والمشروبات الغازيه بمختلف انواعها والصواني الزينه تدخل لنا للسجن ومعامله الجماعه الموجودين بالسجن اوكي يعني يقول عشنا ما عشنا ببيوتنا ما ماكلين الاكل ببيوتنا اللي قدمه لنا نور زهير. هذه المشكله اللي دنعاني منها. حتى قضيه اخراج السيد كان ابو الوقف السني راح من بالي اللي قتل بالموصل هرب. ايضا عندنا موضوع احمد شايع بالبصره. عندنا مشكله عويصه بالدوله العراقيه بالسجون العراقيه. يعني المدان يخرج على يعني بكل سهوله ما يهرب لا يفتح الباب ويطلع. اقول اذا ام اللول ترقص بالسجن ونور زهير يجيب مفطح ويوزع فلوس وما حتى اذا يصدر قانون عفوا بعد ما حد يطلع الحياه حلوه. فانا اقول استاذ حتى نرجع الى جاده الصواب ونترك ام اللول انا اقول اكو ابرياء ولا تدخلون الموضوع الابرياء المدني القانوني بالسياسه ما له علاقه. انسان بريء طلعه شي له علاقه بتقدم وفوز تقدم. والبعض من عندهم يعني خلينا نذكره هيثم الدليمي انت كنت تصرخ و ليث الدليمي مو بالنغط اختلف مع تقدم هسه يعني انت يعني بدل ما تكون مع اخوتك السنه تروح تصير ضدهم على مود والله تضرب الحلبوسي. وشنو يعني الحلبوسي؟ حلبوسي يروح بس هاي العوائل اللي تعاني. كذلك الاخوان الشيعة يعني لدينا الطرف الثاني الشيعة الان لدي من السماوة يعني مهجرين بجيش المهدي لدي من الناصرية مهجرين لدي من بغداد مهجرين ويتصلون بي عوائلهم تنتظرهم مهجرين. يا اخي شيعي وحكم شيعي يقولون الحاكمية شيعية معقولة اكو لحد الان ظلم؟ احنا امامنا موسى بن جعفر اللي تعرض للظلم هارون الرشيد فانا اقول احنا انشوينا من السجن ومخرجات الظلم فليش هذا الارهابي إيه بس البعض يقول لك هذا مو معناه انه مو انا اقول لك السياسه تفسد السياسه لا اكو جمهور لهذه القوى السياسيه يقول لك انا ولدي انطوا دم انطينا شهداء اكو عوائل انطت اثنين وثلاثه واربعه. ليش احنا عندنا شخصيات الان كانت تحرض على قتل قواتنا الامنيه جلست وياهم القوى الاطاريه جلست وياهم
ليش ما تفعلون مذكرات الثقل؟ شخصيات عندنا علي حاتم سليمان ما كان محرض ومن ضمن ساحات هاي الساحات اللي كانت بالانبار، ليش وين تفعيلكم لدوركم انتم كقوى اطاريه؟ رحتوا جلستوا يا وقعدتوا. إذن الموضوع سياسي. انا يعني هذا الموضوع مو فقط بالعراق، لدينا المملكه البحرين. البحرين سوت عفو عام بطلب من السيد علي السيستاني، ارسل هاي المعلومه اللي وصلتني. موضوع سياسي صار بوقتها انتفاضة أو تظاهرات شيعة زجة كثير من هاي الأبناء الطائفة الشيعية بالسجون، بعضهم 11-12 بيضت الآن السجون، طلعوا طبوا أطفال الآن طلعوا شباب. خلص خلينا نعيد اللحمة الوطنية، خلينا نطوي هذه الصفحة. لكن أصحاب الحق الشرعي، أنا أطالب من خلال قناة أصحاب الحق الشرعي، لا تسكتون على أي سياسي يجي يضحك عليك ما أدري شنو من أجل العفو. قانون الأحوال الشخصية وقف له، والله أنظم مظاهرات إذا أعرف أنا ابني والإرهابي اللي راح يخرج قاتل ابني، والله أطلع مظاهرات على هاي الدولة. إحنا ما نقبل هذا الشيء. أستاذ علي، بهذه النقطة بهذه الجزئية، الأحزاب الشيعية القوى السياسية الشيعية تقول لك أنا عندي جمهور. هذا الجمهور خلال فترة 2006 وخلال فترة اجتياح تنظيمات داعش الإرهابي لبعض المناطق انطينا شهداء، فعلى أي أساس أنا أنتخبك اليوم وأوصلك وتجي تصوت ترفع يدك على قانون عفو تطلع القتلة اللي اشتركوا بدم أبنائنا؟ هذا شون من الممكن أنه يرضون أو يقنعون جمهورهم؟ ما احنا ما قاعد نطالب بإخراج ناس إرهابيين ولا نطالب بإخراج القتلة. لا، أكو مطالبات للمنتمين. هسا احنا دريد نعرف الانتماء، احسن ما يكون مصطلح فضفاض يشمل البريء والمجرم. احنا نريد نفرز البريء عن المجرم. البريء ما له اي غرض باللي صار، يعني ما له اي يد في اللي كل اللي صار، لا هو قتل ولا هو وشى ولا هو تعاون ولا هو سلح ولا حتى رفع اي سلاح في وجه عراقيين. لكن قلت لك اكو اخطاء، والاخطاء تصير اثناء الحروب، هذا امر وارد. سيقول أستاذ هيثم أكو محاكمات، المحاكمات تتعامل مع المعطيات، بالتالي أنت اليوم تجيب شخص وتقول أنا هذا الشخص لقيته في فلان منطقة، بالتالي يتعامل مع المعطيات اللي موجودة، ما راح يقول لك تعال أنت شلون وجيب الشاهد وودي الشاهد وما أعرف إيش. أكو محاكمات سريعة صارت، تعرف إحنا في فترة حرب وتسود بها الأحكام العرفية. نعم. وأكو كثير إذا تشوفهم ممكن بيهم ما معرضين أصلاً على القضاء. ممكن أكو ناس دخلت للسجن ثق، أكو ناس دخلت أطفال هسا عمرهم بالعشرينات. زين، حتى أهل ميدا لهم وين؟ أنا وياك أكو منتمين ما عندهم اشتراك مباشر أو تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. لا حتى ولا حتى منتمي. شوف، أكو فد مطب وقعوا به الكثير من المعتقلين. نعم. يقول له يجون شو يقولوا له أثناء التحقيق؟ تعرف أنت اليوم كل ما يقبض على أكبر عدد من الإرهابيين هذا يعتبر إنجاز للقوات الأمنية. فالبعض من باب الطمع بتحقيق فد إنجاز معين يجي يقول له أحنا جبناك وانت حتى تطلع قول أنا بس رددت الشعار مال التنظيم أو شو يسموه هذا البيعة، قول أنا بس رددت البيعة، أنا ما سويت كل شيء، أنا بس انتميت ورددت البيعة وخلص، حتى يشملك العفو العام. فهذا تدري أغلب هذول الناس هم من الناس البسطاء، تلقى أما مزارع أما شخص ما متعلم أما شخص من أبناء القرى والأرياف، فبالتالي يجي يقول بالاعترافات يقول أنا انتميت ورددت هذا، ما يقدر من يقول أنا ما عندي شيء أنا ما عندي شيء، ظل يتعرض إلى التعذيب. وأنت تعرف وإحنا كنا نعرف أنه الاعترافات تنتزع في نفس الوقت. أكو ناس انتموا بإرادتهم لكن ما صارت له الفرصة أنه يقتل شخص، هذا يستحق أنه يشمل بقانون العفو أم لا؟ شوف، من واجب الحكومة ومن واجب الدولة أن تحافظ على الإنسان، مو اليوم مو إحنا نخلي الإنسان البسيط الغير متعلم أو الغير فاهم نحطه بامتحان وبالتالي إذا رسب في هذا الامتحان إحنا نجي نعاقبه. أنا سلمه للتنظيمات الإرهابية 3 سنوات وانتظره، هل هو يعني ضمن المغريات والضغوطات وغيرها هل أشوفه ينتمي أو ما ينتمي؟ بالتالي إذا انتمى وحتى إذا ما سوى جريمة أنا لازم أعاقبه؟ ما أنت ليش سلمته لهذه التنظيمات؟ ما سلمته الحكومة، سلمته
منو مسؤول عن حماية هاي الناس؟ هذا الظرف طارئ تمر به كثير من البلدان. الظرف الطارئ على الحكومة وعلى المواطن. لا ليش ما يجيك البعض يقول لك لا أنت من أكو بعض المناطق مهدت لاحتضان داعش. راح أضرب لك فد مثال حي. لا قبل المثال أنا أريد أضرب لك مثال. أنا يعني جت ببالي بحادثة أنه بعض الناجين من حادثة سبايكر. نعم. يقول أنا يعني خلصت نفسي وصرت ويا الناس اللي تباوعوا إحنا كنا نمشي 1700 واحد. فالناس اللي واقفين يباوعون قال له هذا 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 هم الناس اللي هذا تعالوا وياهم مو يعني زين هذا وغيره هذا ما كان سبب بقتل الكثير من الابرياء مو شارك بدم أكيد. شاب عراقي زين أكيد. هذا من الانصاف ان يشمل بقانون العفو العام لا بالتاكيد لا شوف احنا نقول كل من ساعد وهذا يشمل المساعده لما يقول هذا ويدل على شخص من القوات الامنيه هذا يعتبر مساعد للتنظيمات الارهابيه لكن شوف الضغط شو يولد راح اجيب لك هسه مثال حي كل احنا العراقيين شايفين الشاب اللي يعني لما ذكرت جريمه سبايكر شفنا احنا احد المنتسبين الصغار بالعمر كان يتوسل بالتنظيمات الارهابيه حتى يعفون عنه وحتى كان يقول لهم انا مستعد اصير وياكم بس لا تقتلوني نعم شوف هذا في ظرف دقائق انضغط عليه في ظرف ساعات انضغط عليه كيف اللي انضغط عليه لمده سنوات كيف اللي صار تحت سطوتهم لمدة سنوات هذا ما من المعقول أنت تحاكمه مثل ما تحاكم شخص مر بظروف طبيعية هاي ظروف قاهرة مرت على هاي الناس هذه نقطة مهمة هذا الشخص لو كان مردد القسم أو مردد الشعار أو مردد شعار الانتماء لداعش هل كان سيحاسب كمنتمي إلى التنظيمات الإرهابية هذه النقطة مهمة أريد أنتقل بها الأستاذ هيثم أستاذ هيثم أكو ناس تحت الظروف الصعبة يقول لك انتمت مجرد أن يتكفى شر التنظيم سواء أردت قسم أردت شعار شنو ذنبي أنا اليوم أجي أنحكم لي 10 أو 15 سنة تفضل يا أخي إحنا يعني لدينا تجربة في زمن النظام السابق مثل ما تفضل ضيفك إنه لا يمكن تكون مدير مدرسة أو موظف في دائرة ما لم تنتمي إلى حزب البعث ولكن ليس كل من انتمى إلى حزب البعث كتب تقارير أدت إلى إعدام الناس وليس كل من انتمى إلى حزب البعث مارس القمع على المواطنين الآخرين في منطقته أو في قريته وليس كل من انتمى إلى حزب البعث ارتكب جرائم كان معظم أو الكثير من الشعب العراقي ينتمي إلى حزب البعث ولكن هذا الانتماء صوري ولم يمارس عمل جرمي نحن الآن نتحدث ليس عن حزب حاكم مثل حزب البعث وإنما نتحدث عن جماعات إرهابية دخلت إلى مناطق معينة وحظيت بالتأييد واستطاعت البقاء في هذه المناطق لثلاث سنوات وكما تفضل ضيفك أنهم دخلوا 200 شخص كيف استطاعوا الصمود ثلاث سنوات ما لم يكن هناك من يساعدهم ومن يمهد لهم من يعيدهم من يقاتل معهم مقاتلين يدخلون ومن يقاتل معهم فبالتالي نحن لدينا من تم إلقاء القبض عليهم جاء معهم تحقيق محاكمات تمييز يعني من ثبت عليه هذا الجرم يعني ليس من الصحيح اطلاقا انه يكون مشمول بالعفو العام لانه هؤلاء سوف او حتى من يكون حاضنه لهذا التنظيم ويحمل فكره سوف يكون هناك تجديد وبعد دماء التنظيم شلون نقدر نعرف اللي كان حاضن ام غير حاضن اكو ناس بمناطق انجبرت يعني ناس ابرياء عزل شو يريد يسوي مثلا يعني انا عندي اسماء مثلا عندي اسماء اسمح لي تفضل لدي اسماء وقوائم عن اشخاص انتموا الى تنظيم داعش بس ما اعرف هذا قتل او لا هو قتل بس ما يكتب بالقائمه انه هذا قتل كذا شخص وكذا شخص مجرد انتمائه اخراجه للشارع معناه تجديد دماء لهذا التنظيم واحنا الان لدينا وضع متوتر والولايات المتحده تقول تنظيم داعش قد يعود في اي فتره نعم قصد تطلق 3000 واحد من تنظيم داعش وتصريح السفيرة مع مفاوضات على خروج الأمريكان ونحن نعلم أنه طريقة الأمريكان كلما نفاوضهم على الخروج يعود تنظيم داعش للعمل جيد. فالحقيقة إطلاق صراحة هؤلاء هو تجديد دماء لتنظيم داعش جيد. نعم الأبرياء من كان هناك قصور في مقدمات الحكم عليه من كان هناك موضوع المخبر السري من كان هناك يعني تم انتزاع الاعترافات من البريكا وانا قلت انه قصور استاذ هيثم باقي لي 3 دقائق لابد ان تشكل انا اسالك باختصار بنصف دقيقه هل سيشهد التصويت على هذا القانون بعض المجاملات او ربما الكثير من المجاملات ما بين الاحزاب والقوى السياسيه يعني الحقيقه سيخل بالامن سيخل بالاحساس بالعداله من قبل اهالي الضحايا
ثم سوف تكون له عواقب وخيمة إذا مر بهذه الطريقة. جيد. أستاذ رافد، أسألك، هل سيشمل معتقلي التيار الصدري بقانون العفو العام في حال تم التصويت عليه أم لا؟ أكيد هم سيشملون، وإحنا عندنا، قلت لك، عندنا مشكلة بالمخبر. يعني لدينا الآن مهجرين أبناء التيار، مهجرين، عوائل مهجرة من الناصرية ومن السماومة، هاي أيضا مهجرين. وين مهجرين؟ مهجرين من منطقته، عليه دعوة بالناصرية، عليه دعوة بالسماء، وهو من يتنقل من مكان لمكان، يعني خوفا من هاي الوشاية. وحتى الأخوان داخل المراكز، أيضا بعض القضاة يقولون نعم صحيح أكو هذا، لكن هاي المخبر السري وصاحب الدعوة المدنية. هاي من ياسنا المخبر السري، هاي زمن الأمريكان، وزمن أيضا يعني موضوعة المالكي، الصراع اللي صار وما يعرف بصولة، أنا ما أسميها الفرسان، أي. فلذلك هاي تم يعني ضرب التيار سياسيا بهذا الموضوع. هو هذا الموضوع سياسي، أغلب السجناء الآن، أنا قلت لك مو موضوع مدني حتى إن واحد يقول لا هذا حق شرعي وهذا لا. نحن إذا كان إرهابي لا ينال جزاء، حق مدني جريمة ينال جزاء، لكن إحنا نتحدث عن وضع سياسي تم بضغط سياسي بمخبر سري بكذا الوشاية بهذه الشخصيات، ودعاوى كيدية، كلها دعاوى كيدية، ناس أبرياء. فلذلك أنا أعتقد التيار سيشمل بهذا الموضوع، وأيضا يجب إعادة المحاكمة. هسا إحنا لدينا، يعني هسا إحنا خمهم بعيد الآن، لدينا موضوع التراشق ما بين يعني منظمات أو القضاة ما بين سين وصاد، ما عندنا إحنا مثالية عالية، يعني ما عندنا العراق مثال عالي حتى تصل الصورة يعني نعم بشكل جيد. هل سيشملون أغلبهم؟ نعم كلهم. نعم نصفهم. نعم بعض منهم. لا يعني إحنا أقول العدد هو الأكبر، هو عدد المهجرين، يجب إعادة محاكمة. لا بالنسبة للمحكومين، المحكومين أيضا سيخرجون، يعني ما بقى شيء حقيقة. نعم. يعني لدينا أعداد بسيطة، لكن هذا المقاومين، يعني أبناء جيش الإمام المهدي اللي قاوموا القوات الأمريكية، لأن هو هذا الموضوع أهم بجنبة قانونية يجب أن تعدل. البعض من عندهم خرج، لكن أنا أؤكد على موضوعة يعني المهجرين سياسيا. جيد. أستاذ علي، بنصف دقيقة وباختصار شديد، مو يعني ما لك علاقة بتقدم، أنا أسألك على التقدم كونه إلى ثقل بمحافظات الغربية، هل هذا الكيان السياسي أو الحزب يدعم إقرار هذا القانون في ظل هذا التوقيت والحل بوسي مغادر ومكانه، أم ربما سيدعم هذا الموضوع لكن بعد فترة؟ أنا بالتأكيد يعني يضغط بشدة لإدراج موضوع تعديل القانون العفو العام على الجلسة القادمة إن شاء الله. يعني هو بالبداية ضغط باتجاه أن يدرج ضمن جدول أعمال في الجلسة في القراءة الأولى، وإن شاء الله القراءة الثانية في الجلسة القادمة. الباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي نجدية، شكرا جزيلا لك. والباحث في الشأن السياسي الأستاذ رافد العطواني، شكرا جزيلا لك. وأيضا الباحث في الشأن السياسي والأمن الأستاذ هيثم الخزعلي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة، شكرا لكم وإلى اللقاء.